حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أشار خبراء اقتصاديون للتضخم الكبير في كلا في القطاع النفطي في العراق وكافة الشركات الأجنبية والشركات المشتركة. وأضاف الخبراء أنه لا يسمح لديوان الرقابة المالية أو هيئة النزاهة أن تدقق في مصروفات الشركات الأجنبية، في حين تستطيع ممارسة هذا الدور مع شركة غاز البصرة لوجود طرف عراقي فيها، حيث تمكنت النزاهة من إيجاد مثل هذا التضخم بالكلاف، مبينين أن هذا الأمر موجود أيضا وبمليارات الدولارات في جولات التراخيص، ولكن لا توجد صلاحيات لدى ديوان الرقابة المالية أو لهيئة النزاهة بالكشف عنه. أكد كل من العراق ونيجيريا والكونغو الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك التزامهم تجاه مجموعة منتجي النفط بعد خروج أنغولا في الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزير الهيدروكربونات الكونغولي تأكيده استمرار الدعم القوي للوحدة والتماسك في قلب أوبك وأوبك بلس، مضيفا أن كل عضو يلعب دورا لا غنى عنه في تحقيق الأهداف المشتركة وفي الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية على حد تعبيره. أقر محافظ البنك المركزي علي العلاق بأن العجز غير النفطي في موارد العراق يزيد عن 80% ما يهدد الوضع المالي. وقال العلاق إن الحكومة لا تستطيع إعادة توزيع الدخل ضمن الأدوات الموجودة، مشيرا إلى أن تطهير مؤسسات الدولة من مظاهر الفساد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية من خلال زيادة الترابط الإلكتروني للتقليل من الإرباك المؤسساتي على حد قوله. قررت الخطوط الجوية التركية تمديد حظر حركة الملاحة الجوية مع محافظة السليمانية شمالي العراق لغاية منتصف عام 2024. وقالت مصادر صحفية أن تركيا قررت تمديد حظر الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي لغاية يوم 22 من شهر حزيران المقبل. فرضت الخطوط التركية الحظر منذ 3 نيسان الماضي على مطار السليمانية الدولية إثر معلومات بسماح إدارة المطار لعناصر من ميليشيا حزب العمال الكردستاني بممارسة أنشطتهم من خلاله أثناء السفر والتنقل. ذكرت شركة Voice to Move المتخصصة بتقديم البيانات الخاصة بشأن السيارات أن سوق السيارات في العراق في شهر تشرين الأول من العام الحالي 2023 ارتفع للشهر 9 على التوالي. وقالت الشركة في تقرير لها إن سوق مبيعات السيارات في العراق استمر بالارتفاع لشهر تشرين الثاني بزيادة قدرها 25.2% مقارنة بالعام الماضي. هذا وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة اكتظاظ شوارع بغداد بأربعة ملايين سيارة يوميا مقابل شوارع لم تحدث أو توسع منذ 40 عاما. رأنا هذه الانتقالة السريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.